بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله سنواصل في سلسلة النباتات ومنافعها العلاجية وحلقة اليوم سأعرفكم عن نبتة الأنجبار ومنافعها وأبدأ الإقتباس بحول الله الألجبار بالألف واللام أو الأنجبار بالألف والنون الساكنة يقول الصيدلي والعشاب ابن بيطار عن أستاذه الغافقي رحمهم الله الأنجبار هو نبات أكثر ما ينبت على شطوط الأنهار بين العليق وله ورق يشبه ورق الرطبة ونبات الرطبة هو الفص، أقول وله ورق يشبه ورق الرطبة عليه زغب كالغبار، وله أغصان دقاق أغلظ من أغصان الرطبة مائلة في لونها إلى الحمرة، تعلو قدر قامة أو أكثر، وتتدوح وتتشبك بالعليق وتنسج أغصانه عليه، وله زهر أحمر يخلفه بخراريب صغار فيه بزر، وله أصل خشبي غائر في الأرض لونه أحمر إلى السواد. وجميع اجزاء هذه الشجره تقبض قبضا شديدا ولها لزوجه واذا قشر اصولها ودق لحاؤها واعتصرت كانت عصارتها حمراء مثل ماء التوت واكثر ما يستعمل من هذا النبات هذه العصاره وتستعمل رطبه ويابسه وقد يستعمل لحاء الاصل مجففا والشربه من كل واحد منها قدر مثقال والمثقال يعادل وزنه خمس غرامات أقول والشربة من كل واحد منهما قدر مثقال وقد تطبخ العصارة مع السكر والمي والميبختج والمي هو مصطلح فارسي وتأويله هو مطبوخ العنب أي رب العنب أقول وقد تطبخ العصارة مع السكر والمي ويعمل منها شراب ويكون ألطف لتناوله وخاصة هذا الدواء ينفع من نسف الدم من حيث كان في البدن أعني ما ينفث من قصبة الرئة وحجب الصدر وسحج الأمعاء والبواسير وانتفاخ الأفواه العروق ويقطع الاختلاف المزمن ويقوي الأمعاء ويمسك البطن إمساكا قويا دون اعتقال يؤدي إلى أذى ويبرئ قروح الرئة ويقطع القيء وينفع من الوثي والرض والفسخ وفسخ العضل والهزكة ويجبر الكسرة والقطع في اللحم ويلحم الجراحات وقد حدث عنها من يوثق به انها ابرأت رجلا من قرحه الرئه بعد ثلاثه اعوام من العله وقد وقع في الذبول وقذف قطع دم من صديد منت كثير وابرأت اخر من بول الدم والمده بعد عشره اعوام والله اعلم انتهى الاقتباس